السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم اخوتي في درس جديد على القناه ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الطريقه الصحيحه باش نتصلوا باي بال باللغه العربيه. ايه كيف كتسمع باللغه العربيه. فاولا اخوتي كاين مجموعه نتاع الناس كيوقعوا لهم شي مشاكل في الباي بال ديالهم اولا كيبغيو يصيفطوا مثلا شي معلومات على الحسابات ديالهم اولا يعرفوا شي حاجه يعني على حسب لي ترانزاكسيون اللي داخلينهم ولا اللي خارجينهم، ولكن كيلقاو مشكل في اللغه، يعني كيبغي يتصل باي بال ولكن كيلقى بان اللغه الانجليزيه صعيب باش يقدر يوصل لهم الفكره اللي بغى يقول هو اولا اللي بغى يوصل لهم. لذلك اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه اللي انا كنخدم بها وبزاف ديال الدراري كيخدموا بها، ولكن بزاف ديال الناس محتكرينها. علاش محتكرينها؟ لان الله يسمح لينا كاينين شي دراري صغار معنا في الويب، يعني تقدر تعطي بحال هذا النيميرو كيبقى يتصل بهم وما غرضه والو يتشجع عليهم ولا غرضه انه بيخسرها على خوتو، وكنلقاو بان يعني تقدر تدوز هذه المره الاخرى ولكن من بعد يقدروا كاع يحبسوها كاع على المغاربه كاملين. لهذا كنلقاو الناس ما كيبارطاجيوهاش بزاف، ولكن اليوم الله يجزيكم بخير اللي غيخدم بهذه الطريقه هذه كونوا شويه كبار في عقل لكم، تيوقع عليكم مشكل ولا تكون عندكم شي حاجه اللي ايرجون عاد اتصلوا بهم وهضروا معاهم. دابا غادي نوريكم الطريقه. فاول حاجه اخوتي غتمشي لجوجل بلاي ديالك في التليفون ديالك اولا في الحاسوب ديالك على حساب انت فاش كتخدم، وغادي تمشي تانستالي هاد لابليكاسيون اللي سميتها تكست ناو. بالنسبه لهاد لابليكاسيون اخوتي فراه الناس خدامين بها وهي عندها بزاف ديال لي زافونتاج، يعني تقدر انك تفيريفي بها لي كونت، تقدر تفيريفي بها بعض المرات شي اكستنسيون ولا شي حاجه اللي كتبغي تخدم بها بزاف انت. فاين فوق كتانستالي هاد لابليكاسيون هادي عندك واحد النمبر فون اللي هو فري وخاص بك انت، يعني غتانغوجيستري هذاك النمبر ومن بعد تقدر تخدم به في شحال من حاجه. بحال دابا حنا في الحاله ديالنا بغينا باش نهضروا مع باي بال، يعني اين فوا غتانستالي هاد لابليكاسيون غندوز معكم الطريقه صحيحه. فبالنسبه للنوامر اللي غادي نتصلوا بهم هاني حطيت لكم واحد 5 ديال النوامر. فالناس اللي كيسولوني نتاع باي بال فهاد النمره الاولى فراه هي فري بسكايب ولكن كتهضر بالانجليزيه، اما الا بغيتي تهضر بالعربيه وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم في هذا الدرس هذا فغنستخدموا وحده من هاد 4 ديال الارقام. ودابا غادي ندخلوا ايطاب بار ايطاب باش تفهموني مزيان، وغادي نمشيو مباشره دابا لابليكاسيون اللي بغينا تكست ناو. كندخلوا ليها كنطلعوا للفوق كندخلوا الريبرتوار ديالنا، كنختاروا هذه النمره اللي بغينا والاتصال دايز، وغتسمعوا معايا اش غادي يقول لي روبو واش غادي ندير باش نمشيو دقه دقه. Welcome to PayPal. If you were on the PayPal website and were provided with a 6-digit one-off passcode, enter it now. Or if you need some time to find it, press 1. If you don't have a one-off passcode, press the hash key. That's okay. I can look up your account based on the phone number. Please enter the full phone number registered on your account, including the country and area code. If you don't remember it, press the star key. Or if you don't have a PayPal account, just press the hash key. Okay. For questions about opening a PayPal account, press 1. For an issue with an item or service you bought, press 2. If you're calling about a charge you don't recognize, press 3. For anything else, questions about opening a PayPal account, press 1. For an issue with an item or service you bought, press 2. If you're calling about a charge you don't recognize, press 3. For anything else, press 4. All right. One moment please while I transfer you. This call, including everyone on the call, may be monitored or recorded. Hello? الو مرحبا. مرحبا اختي. اهلين، ممكن لو سمحت الايميل المربوط بحسابك؟ بكل سرور. الي يا استاذ، شو المشكلة بالحساب؟
لهنا كان هذا هو الدرس ديالنا اخوتي، ما تنساش ابوني ودير جيم وفعل الجرس وبارطاجي، والله يوفقكم جميعا.